هل في ايقافات جديده ولا خلاص كده اخر مره؟ الله، ما انا بقول لحضرتك بطمن جمهور الاهلي، بطمن. بطمن جمهور الاهلي يبقى على اساس ايه؟ اه مش انا اللي قلت يا فندم قابلني شهر 8؟ اه فحضرتك دلوقتي كمان معلش انا بتقول بعيد تاني، قابلني حلو شهر 8 ده جميل، عشان انا اتكتمت كتير قوي. فحضرتك دلوقتي بتطمن الجمهور، ما معناه انه كده مفيش حاجه تانية. ما يلاقوش، ايوه مفيش قلق خالص ان شاء الله مفيش قلق بكره، خالص، بتطمن حضرتك. الحمد لله رب العالمين. طيب ماذا عن الكابتن حسين الشحات ايضا؟ يعني ما شاء الله معاك النجوم كلهم، بسم الله ما شاء الله، وبالمناسبه سلم لي عليهم كلهم. والله بيوصل يا فندم. حسين بص ايه يا احمد بيه، حسين موقفه طبعا ايه؟ احنا كلنا مع الحق والاحترام والعدل عظيم. اي مكان، نعم. وعايز اوجه نداء من قبل البرنامج المحترم الخاص بحضرتك، اشكرك. نبطل مزايده انه لاعب مغربي هنا لانه له علاقه بين الجنسيات، صح، واي لاعب بيلعب في مصر بنقول له اهلا وسهلا بيه، برافو، كلنا عرب صح وكلنا واحد. صح فبترجاهم يطلعوا المزايده دي. اه كابتن محمد الشيبي اعتاد من مباراه الكاس اه ومباراه السوبر ايوه ومباراه الدوري، نعم. كنت انتظر، يعني حسين اعتذر مره واثنين، اه كنت انتظر من الكابتن محمد الشيبي يعتذر بكل ما هو اهلاوي في مصر او في الوطن العربي. يعني يعتذر للجمهور عما فعله من انسباب واشارات. اه يعتذر للاعب النادي الاهلي عما نعم ما بدر منه انسباب ولعان للاعيبه الزمالك، وكلنا شفنا لعيبه الاهلي، الاهلي كلنا شفنا مباراه الكاس، مباراه السوبر، مباراه الدوري. طب هو ليه كل مباراه يكون هو طرف دايما في المشاجره؟ الشيبي، محمد الشيبي. ليه؟ اه ليه؟ ما شفناش حد تاني ليه؟ اه صح يا فندم؟ هل قدمتوا وبعدين بلاغ؟ دي كلها مشادات ملاعب، ردا على سؤال حضرتك، اه كلها مشادات ملاعب نعم موجوده. طب ما هو حصل الكلام ده في ماتش الاهلي وفريق اخر اه من حوالي 20 يوم نعم 25 يوم، نعم وهو خلاص الامور اتحلت. نعم صح يا فندم؟ اه بس هنا في بلاغات. بص يا فندم، احنا ايوه حتى الان لم نعلم بوجود اجراء قانوني. حتى الان. فطالما لم نعلم باجراء قانوني يبقى لحد دلوقتي انا ما اعرفش الاجراءات دي. نعم طبقا للروائح الرياضيه تم الصلح بين حسين الشحات ايوه ولاعب بيراميدز، اه وده كان على الهوا كله. وحسين راح واعتذر، وحسين على فكره مؤدب، يعني من اللعيبه المؤدبين، نادرا لما فين حسين بقى يخرج عن شعوره. اعتذار، فين اعتذار محمد الشيبي اه على اهالي جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي؟ فين نعم اعتذاره؟ نعم انا مستغرب، انت نعم مش وقفت تصالح؟ وفندم احنا عندنا في الصعيد ايه؟ نعم لما بنتصالح الموضوع خلص. خلص صح يا خلاص. فندم؟ طيب اما حق التقاضي مقبول للجميع. طب احنا بقى يا فندم عندنا شهود واقعه ايوه هنطلبهم، نعم، سواء من لاعب الاهلي او لاعب النادي الاخر. اه هنطلب ضم تقرير مراقب المباراه. اه هنستعين بالفيديوهات. اه ده رامي ربيعه راح قال للحكم الرابع، اه الراجل ده بيعمل اشارات للجمهور بيشتمنا. اه والكابتن فتح الله اه راح لدكه، لو ده كله فيديوهات باينه، اه راح لدكه الاهلي نعم وشاور لجمهور الاهلي. نعم ده كله لايه؟ المشادات اللي كان بيعملها لاعب بيراميدز. نعم فيعني النهارده احنا بنتكلم في الرياضه يا جماعه، ما بنتكلمش لما تتفرج على الماتشات كلها اللي بتحصل. طيب اشرف بيه، اذا وصلكم انه في بلاغات حق قدام النيابه العامه قد تلجاوا للقضاء ايضا طبعا بما لديكم من ادله؟ طبعا 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 عندنا شهود واقعه، اه عندنا زي ما بقول لحضرتك تقرير مراقب المباراه. لا يعني حضرتك ممكن تحرك كمان دعوه بلاغ. طبعا احنا لحد دلوقتي اه يعني ملتزمين بالصمت، اه على اساس ان هي موضوع رياضي. اه رياضه، لكن لما يجي لنا اعلان بدعوه قضائيه ايوه لينا الردود الكامله ولينا دفاعنا المعتبر. مجهزت كل حاجه يعني؟
جاهز يا فندم، كل حاجه الملف قدامي وجاهز وتمام. وقت ما يجي لنا اعلان هنقدم وهنطلب استدعاء الشهود سواء لاعبي بيراميدز او لاعبي النادي الاهلي. هل في استغلال لحسين لموضوع مشكله حسين وتشيبي؟ هل في استغلال لهذا الامر؟ طب هقول حضرتك، حسين الشحات يعني نجم برضه. اه طبعا، ومش اي نجم. اه طبعا نجم حسين جامد. عندنا يا فندم النجوم طبعا، يعني عندنا حسين الشحات، وده برضه لسه موقع تجديد، فبعتبره برضه صفقه من الصفقات العالية التقيل. حسين خلاص جدد؟ اه طبعا جدد الحمد لله. كم سنه؟ طبعا لا ما اعرفش بقى الامور دي، يعني ما تعرفش. اكيد تعرف جايز، مش عايز تقول بس اكيد تعرف. ما من كام يوم بكلمه وهو موجود مع حضرتك. ايوه انتوا قاعدين مع بعض يعني. وكلمته اه وتحدثت معه. نعم وتحدثت مع كهربا انت واتكلم وكهربا طبعا على طول. ايوه نعم. أيوة طبعا. لا كهربا ده ابني يا فندم. طبعا الاثنين كهربا ده ابني. اه يعني مش عايز اقول لك كهربا وحسين الشحات عندي ايه، ولاعيبه الاهلي كلهم عندي ولادي، انا بعتبرهم ان هم ولادي. كهربا كمان دلوقتي بقى مختلف سوبر يعني، لعيب جامد طبعا. نجم شباك. نعم نجم شباك. النهارده جمهور الاهلي اول واحد بيسال يقول لك كهربا هيلعب ولا لا؟ ده بيجي لي رسائل كهربا هيلعب النهارده ولا لا؟ كهربا هيلعب النهارده ولا لا؟ نعم نجم شباك. صحيح. اولا تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك يا فندم، وانا سعيد جدا ان انا يعني بطلع معاك المداخلات وببقى مبسوط جدا والله. وانا كمان. تسلم يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا. اشرف بيه عبد العزيز محامي النجمين الكبيرين كهربا وحسين الشحات. وفي احسن من كده؟ في اجمل من كده؟ في اجمد من كده؟